بجانب كده ما عندكش كمان فصل في مناطق كتير جدا الارض دي تبع انهي جهه خاضعه لولايه اي جهه، وده نتيجه انك انت عشت عقود طويله من العشوائيه في اداره ملف الاراضي. يمكن وجود اللجنه دي هي بدايه المسار الصحيح لاداره هذا الملف باحترافيه وبمعلوماتيه عشان تنتهي انك تبقى عندك قاعده بيانات كامله متكامله لاراضي مصر. بنك الاراضي؟ يعني نقول بنك الاراضي. بنك معلومات الاراضي. بالظبط. لم تكن هذه المعلومات متوفره. قد تكون في جهات عندها لكن مفيش التنسيق اللي يعشق الارقام مع بعضها واللي يقدر يفصل الولايات عن بعضها واللي يقدر يقول ان هذه الارض متعدى عليها وايه نوع التعدي اللي عليها ومين متعدي عليها وهل هذا التعدي انتج عن نتيجة إيجابية واستثمار وزراعة وإنتاج ولا لأ، ده ما كانش موجود عندنا.